طب حضرتك قلت في المؤتمر الصحفي ان احنا 33 مليون كمامة، الكواشف، اولا 33 مليون كمامة دول موجودين ولا لسه المصانع بتصنعهم؟ من ده على ده احنا استلمنا يعني قبل الامتحان باسبوعين. المفروض دلوقتي نكون خدنا اخر دفعه، ودي بتيجي وبتتنقل وبتتوزع بالاعداد حول الجمهوريه. بقى حضرتك تخيلي طبعا في 56 الرقم ده على فكره مجموع متطلبات الكمامات للتعليم العام والفني. انا عاوز ولادنا اللي في التعليم الفني اللي ما اتكلمناش عليهم في المؤتمر، تفضل. اللي هم حوالي 770 ألف، وهيمتحنوا عملي وهيمتحنوا نظري وبيخلصوا بعد الثانوية العامة. فبرضو لولادنا اللي بيسمعونا اللي في التعليم الفني، لجانهم وأماكن التصحيح والأماكن العملي والنظري مؤمنة بالضبط زي التعليم العام، والكواشف دي والكمامات وكله معمولة للاتنين. فاحنا بنقول ال 33 مليون كمامة دول للتعليم العام والتعليم الفني ايضا. ده التوتال بتاع المدة كلها للمجموع بتاع الرقمين دول. والتعليم الفني الامتحانات بتبدأ في نفس اليوم في نفس التوقيت 21 يونيو. بتبدأ في نفس الفترة بس بيروحوا في الفراغات اللي موجودة في جدول التعليم العام، ما بيتواجدوش مع بعض على الأرض. كام هم يعني احنا في نفس اللجان يا دكتور ولا في لجان اخرى لا ولا؟ لا لا في لجان أخرى. هم هيمتحنوا العملي بتاع التعليم الفني في الفترة اللي الثانوية العامة شغالة، في الأيام اللي ما فيهاش امتحانات ثانوية عامة. فإحنا عشان كل التعاقدات مع شركات الأمن والتعقيم تبقى نرشدها، يعني استخدمنا الفراغات اللي في أيام جدول الثانوية العامة لأداء الجزء العملي بتاع التعليم الفني. وده بقى معقد جدا لأن في 200 تخصص التعليم الفني. على فكرة جدول امتحانات التعليم الفني حوالي 60 صفحة، يعني لأن التخصصات كتيرة جدا، فدي منظومة ضخمة جدا، ولكن الأعداد في كل تخصص قليلة. فاللي الناس لازم تعرفه إن الحد الأقصى بتاع 14 طالب في الفصل ده الحد الأقصى، يعني في فصول في الجمهورية هنلاقي فيها 8 أو 7. فأنا عاوز الأهالي يبقوا عارفين إن ولادهم هيجوا من البيت على المدرسة هياخدوا تعقيم هنشرف عليهم لحد ما يقعد على الكرسي بتاعه في فصل ما فيهوش أكتر من 7 أو 8 أنفار. طيب بيطلع من فالفصل ما اللجنة فيه يروح من 7 ل 14 ماكسيمم، الحد الأقصى لكثافة الفصل أو اللجنة تكون 14، وممكن كمان يكون 7 أو 8. ده يحصل إمتى 7 أو 8 ده يا دكتور؟ حسب المنطقة الجغرافية من ناحية، وكمان في أيام فيها امتحانات لشعبة واحدة ما فيهاش الشعبتين التانيين، فبنوزعهم على فصول أكبر. فيعني احنا متعمدين ال 14 ده الحد الاقصى، كمان هو دايما هيبقى اقل من كده. يعني عدد الطلبه في مصر لو قسمناه على عدد اللجان هيطلع 11 مش 14، بس عشان الكثافات اعلى في القاهره والجيزه مثلا عن الصعيد وعن شمال سيناء وعن الوادي الجديد، فحضرتك هتلاقي تفاوت، انما مش هيزيد عن 14 في حد اقصى.